لقطاع التربية الوطنية شن وقفة احتجاجية وطنية يوم 19 سبتمبر الجاري أمام مقر مديرية التربية لولاية باتنا بسبب ما وصفته النقابة بالإقصاء المقصود والممنهج من طرف وزارة التربية الوطنية والخاص بالتصنيف الجديد الذي استفادت منه فئات عديدة من أسلاك التربية. وأكدت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإمباف خلال انعقاد الجمعية العامة الطارئة في المقر الوطني تفعيل جمع الاعتمادات على المستوى الولاية وعقد جمعية عامة انتخابية بتاريخ 29 سبتمبر بالمقر الوطني للإمباف بالجزائر العاصمة من أجل تحديد اللجنة الوطنية. وكانت اللجنة الوطنية موظفي المصالح الاقتصادية قد شنت إضرابا وطنيا أيام 8 و9 و14 و15 ماي الفارق.